من بورسعيد اخد بس تعليقات لبعض الناس ونكمل معاهم بعد الفاصل. بورسعيد نموذجا غاضبة، الاهالي عندهم حق في بعض الامور وبعض الامور لازم نناقشهم فيها. الاهالي عندهم حق في انه بيقول لك ان هي المدرسة فين، المدارس ماتت، فانت كمان عاوز تقضي على الدروس الخصوصية اللي هتنقذ مستقبل ولادنا. طيب بنقول لهم طب احنا عايزين نعيد الاعتبار للمدارس، نحييها من جديد. طب هنسمع الناس، هاخد مجموعة من المداخلات دلوقتي وهنتكلم بعد الفاصل، هنعمل نقاشا ومع مين بقى؟ مع محافظ الشرقية السابق الدكتور رضا عبد السلام اللي كان قاد حملة للقضاء على الدروس الخصوصية، والبعض يعني واجهه أيضا. هنتكلم مع العائلات، نستمع إليهم ونشوف إيه وجهات النظر المتعلقة بها. مراسلنا مصطفى سطوحي من بورسعيد وسط الغاضبين من أهالي بورسعيد، وإحنا شايفينهم يحملون اللافتات. مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل، أحييك حيث أنا الآن متواجد وسط أهالي بورسعيد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات، حيث احتشدوا اليوم بسبب غضب كبير بسبب غلق قرار محافظ بورسعيد بغلق مراكز الدروس الخصوصية. احتشد أهالي منذ أيام هنا أمام المحافظة يوميا على شكل يومي منذ غلق هذه. معي مجموعة على يميني من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، سنتحدث معهم الآن. أتعرف عليك؟ مدام أمل عامر، ولية أمر لطالبة في الثانوية العامة. الثانوية العامة في كل بيت في مصر هي سنة حساسة، سنة حساسة جدا وبيبقى فيها توتر، فقرار زي ده كان لازم يكون مدروس وبهدوء وبخطوات ونكون احنا على علم بيه ومترتب له في المدارس. احنا مش ضد الإصلاح، مش ضد المحافظ، مش ضد قراراته، بالعكس، بس احنا للأسف ولادنا وكل الشباب اللي واقفين قدام حضرتك وكل أولياء الأمور ما نزلوش الشارع غير لما ما لقوش حد يسمعهم. الثانوية العامة خط أحمر في كل بيت، ما احنا ما نتعزلش عن الجمهورية. انت شايفة ان لا بديل للدروس الخصوصية؟ حضرتك شايف ان في اوائل ما اخدوش دروس خصوصيه؟ انا بنتي في كليه الطب دفعه 2014 هي تلميذه لكل المدرسين اللي واقفين قدام حضرتك دلوقتي، ما فيش مدرس منهم مقصر، ما فيش مدرس خبط على بابي وقال لي هاتي لي بنتك، انا اللي رحت وديت بنتي عندهم وتحيلت عليهم عشان ياخدوها. ايه البديل اللي المحافظ تواجده بدل بعد غلق المدرسة؟ احنا المحافظ احنا تحت امرك في كل قراراتك، من بيبي كلاس لثانيه ثانوي دي محليات، لكن ثانويه عامه ده امن قومي، ده قرار جمهورية، دي قرارات سيادية، دي امتحانات. من فضلك ما تعزلناش عن بقية الجمهورية. انت طالبة؟ انت في سنة كام؟ تالتة ثانوي. انت ليه نازلة النهاردة؟ علشان حضرتك احنا لازم نتساوى بقية المحافظات، ما ينفعش نبقى احنا المحافظة الوحيدة اللي ناخد قرار اصلا ما ينفعش، مش في مصلحتنا. حضرتك اخذ القرار من ثلاث اسابيع دول المفروض ان احنا بنبدا كل دروسنا 1/8، مش القرار مش مدروس، المدارس مش مجهزه، مفيش. حضرتك المحافظ طلع امبارح يقول مفيش امان في السناتر، انا اهو طالبه بروح من السنتر، انا لو روحت الساعه 3 بالليل ابقى عارفه ان انا في امان، انا حتى لو مروح متاخر انا ساعات السكرتاريه بيروحوني. ايه المدارس مفيش فيها امان يعني؟ حضرتك مش علشان الامان، المدارس غير مجهزه، مدارسنا مش مجهزه خالص، مفيش اي وسائل تعليم في المدرسه، ده غير ان احنا بنشتغل بتكنولوجي في كل المدارس في كل الدروس، مفيش اي وسائل تكنولوجي في المدارس. شكرا. حضرتك ايه امر؟ اتفضل. تعرف عليك محمود ابو دينا. كلمني انت، ابنك في سنه كام؟ او بدي وثالثه ثانوي. النهارده المدارس غير مؤهله لبناتنا، احنا بنحافظ بنخش السنتر عارفين السنتر مؤهل، لكن المدرسه غير مؤهله، مدرسه ولا فيها اضاءه ولا فيها نور ولا 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 مروح، غير مؤهله. بنقول لسياده المحافظ بلاش القرارات التعسفيه اللي هو بياخدها، ليه انت على طول في كل قراراتك ضد بورسعيد؟ اشمعنى بورسعيد انت مضطهده بالوضع ده؟ هو سياده المحافظ قال ان في مجموعات تقويه هتبقى في المدارس بدل الدروس الخصوصيه، ليه انتوا غضبانين عليها ومش راضيين بيها؟ لان المجموعه غير مؤهله، المجموعه النهارده 100 عيل و200 عيل تلميذ، هيبقى الطالب ازاي؟ ثانويه عامه ازاي اللي بيفهم؟ انا باخد ابني او بنتي بروح اوديها للمدرس، مش المدرس اللي بيجي يشدها. يعني انت النهارده بتقفل سنتر، ليه السنتر بيتقفل؟ بتقفل ارزاق ليه ناس؟ بتعايد المدرس ليه فلوس متعايشه؟ اعتمد ارتكب المدرس اولا واقفل السناتر وجرم الدروس. حضرتك طالب؟ طالب؟ عاوز طالب؟ عاوز.
في السنه كام؟ ثالثه ثانوي. بص حضرتك انا هقول لك الفرق اللي بين السنتر والمدرسه. ماشي حضرتك، السنتر اول حاجه قبل ما نخش المدرس او السكرتيريه بيرش معطر في المكان. في المدرسه ما فيش الكلام ده خالص. فلما انا لسه بادئ دروس امبارح، رحت المدرسه المدرس جايب 6 مراوح في الفصل على حسابه الخاص وجايب بروجيكتور عشان يشرح عليه. في السنتر كل الكلام ده متوافر وفي تكييفات تساعد الطالب اللي هو يستقبل المعلومه، نقعد مرتاحين. انما في المدرسه ما فيش الكلام ده خالص. انتوا حضوركم اصلا في المدارس في الايام العاديه عامل ازاي؟ ولا اي حاجه. بنروح المدرس ما فيش وسائل تعليميه اللي هي تساعد الطالب لاستقبال المعلومه. في السنتر كل حاجه بتكون متوفره، دورة المياه متوفرة، الريحة اللي بتكون في السنتر متوفرة، الكراسي بتكون نظيفة نقعد عليها. ما فيش كراسي في المدرسة. رحت امبارح مش عارف اقعد في الديسك، الديسك كله ضيق، مش عارفين ناخد راحتنا في المدرسة خالص. شكرا. حضرتك ولي امر؟ طب اتفضل. انت ليه نازل وغضبان على قفل المراكز الخصوصية؟ النهارده بالنسبة للقرار اللي خده سيادة المحافظ قرار خاطئ، لأن أنا النهارده خدت بالك بالنسبة للسناتر أنا ببقى مأمن على بنتي بجنب بيتي. خدت بالك النهارده ودوها مدرسه اعدادي وهي في ثانوي. طبعا عمل تكدس، زائد ان المدرسه بعيده عن بيتي بكيلوات كتيره. يعني انا اخاف على بنتي، هبقى مطمن ازاي؟ يعني المدارس متطرفه؟ متطرفه واعدادي، يعني عمل تكدس زياده، زائد انها مش مؤهله. خدت بالك في مراوح ولا تكييف ولا اي حاجه. طب الناس دايما بتقول ان الدروس الخصوصيه بتمص دم الاولياء الامور والكلام ده، انتوا شايفين ان مش بتمص دم الاولياء؟ انا اللي بودي بنتي للمدرس، مش المدرس اللي بيغصب على بنتي. انا اللي بوديها باراده تاني، لان انا عارف المدرس كفاءته ايه وقدرته ايه بالنسبه للكلام ده. شكرا. حضرتك ولي امر؟ اتفضل. معلش بس عايزين ولي امر. ليه نازل النهارده؟ والله انا نازل لان الاستاذ المحافظ قراره قرار ارتجالي غير مدروس. مش معقول منظومه بقى لها اكتر من 25 سنه الطلبه بتعتمد على الدروس، وده مش عيب لا في الطالب ولا في المدرس، ده عيب في التربيه والتعليم اصلا. ثابت المراكز تشتغل كبديل للتربيه والتعليم، مفيش مدارس عندنا. وزائد ان المحافظ بنى قراره على معلومات مش مظبوطه. اولا المعلومات اللي مش مظبوطه ان ادعى ان المدرس بتاع السنتر مدرس فاشل، وطلع لي نتيجه 7%، علما بان 7% اللي هم قدموا مرحله اولى دي نتيجه ممتازه من احسن النتائج المحافظات على مستوى الجمهوريه. رقم 2 قال الثانويه العامه محققه لي 17، دي النتيجه الطبيعيه. بالاضافه لكده هو حضرتك هينقل الدروس وما لغاهاش، نقلها من السنتر للمدرسه بنفس الوضع، نقلها من مكان جيد مؤهل كتعليمي الى مكان غير مؤهل غير ادمي تماما. هو بياخد نفس الفلوس؟ هقول لحضرتك اهو، جاب المدرس هو اللي بيدعي انه فاشل في السنتر، هو اللي في المدرسه. معقول المدرس اللي عنده 55 و57 و40 سنه بيقول لك هجيب له موجه يجي يقعد معاه 3 ايام يدربه؟ كلام غير منطقي. كمان في حاجه، انت تتحكم في دفعه، انت بتتحكم في امتحانها وفي التنسيق بتاعها، انما تتحكم لي في دفعه انت ما تملكش امتحانها ولا تملك، لفين العداله هنا بين طالب بورسعيد وطالب خارج بورسعيد؟ انت حرمتني من شهرين، الطالب اتحرم من شهرين دروس، في حين الطالب بتبدا دروس من امتى؟ من شهر سبعة بنبدا، من شهر سبعة بنبدا دروس. بالاضافه الحسبه اللي ذكرها السيد المحافظ غير سليم، انا ولي امر وانا اللي بدفع الفلوس، وانا مش عنديش استعداد ارمي فلوسي في الارض. انا بدفع من 80 ل 100 جنيه للمدرس في الشهر. طيب لا خلي معانا مصطفى. مصطفى لا نشوف الناس على الشاشه. مصطفى خلي ولي الامر معانا، وهنكمل بعد الفاصل من خلال المناقشه ونخلي الاهالي معانا. خلينا نسمع كده. احنا عندنا البديل. معك استاذ وائل. معك استاذ وائل. يا سيسي الحقنا، يا سيسي الحقنا، يا سيسي الحقنا، يا سيسي الحقنا. نسمع، خلي الناس معاك، وهنطلع فاصل وهنكمل النقاش مع الناس. خليك زي ما انت كده وهنكمل معاهم النقاش والناس. يعني الهتاف الشهير الاخير وكأن طوق الانقاذ الاخير يعني عند الناس هو الحقنا يا سيسي، يعني الرئيس السيسي عنده ما يكفيه
من الأزمات والمشاكل. لكن قضية الدروس الخصوصية تعالوا بقى نتكلم فيها بهدوء وبموضوعية. المدارس ماتت، هل السبب في ان في مؤسسة بديلة هي الدروس الخصوصية بيسموها السناتر؟ يعني من اين نبدأ، البيضة ولا الفرخة؟ اولا يعني نحيي المدارس اولا قبل ما نعمل المشهد ده، نقفل السناتر او مراكز الدروس الخصوصية عشان نقنع الاباء والامهات والطلبة بان ما هي المدرسة موجودة هي وقوية، ولا زي ما بيقول بعض المسؤولين لا يمكن احياء المدارس واعادة الاعتبار اليها الا بالقضاء على السناتر، على مراكز الدروس الخصوصية اللي خلاص اصبحت بديلا للمدارس. هنناقش القضية معاكم مع الناس وايضا من خلال اتصالاتكم التليفونية، خاصة انه هذه الحملات ليست في بورسعيد فقط، هننتقل منها للغربية، هنشوف كمان انه تم اغلاق عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية، وهنناقش ده وهنتلقى اتصالات.